اسمه فن السلويت. سلويت بالفرنساوي معناها الظل، وبالانجلش شجر. انا الصين كنت بقف محط الرمل زمان، كنت بشارك في معرض الصناعي في اسكندريه اللي كان بيتعمل في كليه الهندسه، وبعدين بمثل مصر في المعارض الدوليه. محطه الرمل جت فيها زمان، كان يعني التجمع فيها كان زمان يعني كله محطه رمل. دلوقتي محطه رمل يعني ابتدت ايه، البياعين اتملت فيها، ما بقاش زي الاول. ما ينفعش ان انا اقف جنب بياع بقى بيبيع توك وحاجات، واخد بالك؟ طبعا الحديقه بيبقى فيها زوار كتير، والفن ده عايز يعني على الهوا كده. الفنانين كلهم ايه في الحدائق والعامه، واخد بالك؟ ويلكم ويلكم. ام كلثوم دي في معرض طرابلس ورمت فيها الصوره سنه 68. وهنا معرض في اليابان، هنا في اليابان معرض سلويت مصري في اليابان. الزفه الاسكندراني كان العريس والعروسه تزفوا في الحنطور زمان، مش في التكتيات دلوقتي. وانا هنا برسم وبطالب بتدريسه في الفنون الجميله قبل اندثاره، انا كاتب كده في الجريده. كريمه دي الفيل لما مات انا رسمت الجنازه، يعني نوع من التوريه كده. شايلينها بقى على القرود اهم، وادي الاسد قدام الجنازه، والدب هي بتعيط، يعني روحة لطيفه يعني، والناس مبسوطين منها قوي. لازم يبقى في جمهور عشان ايه؟ طلعناك من الفن ده ينتشر، ما ينفعش في محل يعني.